أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، رحبوا معنا اليوم بالأستاذ وليد حسين. أهلا أستاذ وليد. أهلا بك حبيبي. سلام. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بداية عرفنا وتعرف المشاهدين المزيد عنك وعن بداياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا على قناتكم ودعوتكم لي. معكم وليد حسين، صاحب مؤسسة دبي سبيد، وفي تخصصها في مجالها الخاص في تأهيلات إصابات الرياضية واللياقة البدنية. أستاذ وليد، ممكن تخبرنا المزيد على جيم الخاص فيك دبي سبيد، وشو الخدمات اللي يقدمها وكيف تميز في ظل المنافسة الشديدة؟ الجيم اللي معي بق على الخصوص تخصصه هو تأهيل اللعيبة قبل الموسم، بعد الموسم، في الموسم. فاللعيبة اللي عندهم إصابات، اللعيبة اللي مسوين عمليات ويبغون يسوون عملية، فإحنا تخصصنا تأهيلهم كيف اللياقة كإصاباتهم. والمجال المختص أكثر شيء تدريبات برايفت بنعمل، او سيشنات جروب للياقه. مثال نقول عندنا بعض الاوقات السيشنات في البحر فتدريب جروب، او في الصاله عندنا تاهيل الخاص، الناس اللي تعاني من الاصابات اللي ما لاقيه مجالها للتاهيل، او فيها ناس عندها اصابه ما الدكتور او مؤهل ما عامل، يعني ما بيقدر يعمل التشخيص لهم، لان على الخصوص حاليا في اكثر المجالات اللعيبة تعاني في الإصابات لأن لا يعملوا تأهيل ولا يأهلوا أنفسهم. فهذا المجال بخصوص للاعب هذا أكبر مشكلة بتكون له. أستاذ وليد، بعد النجاح الرائع اللي وصلتوا له خلال السنوات، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ أنا خطتي أول ما بلشيت في دولة الإمارات، الخطة والهدف اللي كان عندي مساعدة ومساهمة مع الناس. يعني ما كان الخطة اللي بفكر اللي الشخص اللي بشوف انه مبالغ او بيزنس، لا، مساهمتي من اول ما بلشيت في الامارات مساهمتي مساعدة مع الناس، وساعد الناس اللي تعاني في الاصابة، ناس تعاني في التأهيل، ناس تعاني في اللياقة. عندنا ناس كثيرة مثال بيروحوا بيشتركوا جيمات كثير او مثلا يأهلوا انفسهم كثير بس ما يوصلوا النتيجة اللي يبغونها. فالهدف اللي كان يعني بدون مجاملة بدون أي إعلان، فالهدف سيدة كان، فأي شخص لي بعمل له تشخيصه، بعدين تأهيله، بعدين رتب له جدوله وطبق الجدول. أنا أول كلام مع أي كلاين اللي يجي للتدريب، كلام الأول له التزام، إذا عندك التزام حياك الله، ما عندك التزام لا تيجي معي. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بيحب يوجهها الأستاذ وليد لدولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن والأمان؟ رسالتي على طول أنا أشكر دولة الإمارات والشيوخ اللي فاتحين هذا المجال للشباب ورواد الأعمال، اللي هو استمراريتهم. يعني أي يقول لك هاي الدولة مفتوحة، يعني شوف، دولة مفتوحة للأهداف، دولة مفتوحة إلى جميع الشخصيات أو الجنسيات، مو مهم لهم، صح؟ يقول لك خلي عندك هدف وغاية وطابق وامش بالقوانين اللي موجودة، لا تخالف القانون فتوصل هدفك. وما شاء الله يعني دولة الإمارات اللي أنا هاي الكم سنة اللي كنت فيها الحمد لله وصلت الإنجازات كبار اللي ما كنت متوقعها في حياتي وما حاطها ببالي. بالنهاية، ممكن تخبر جميع المشاهدين والرياضيين اللي بيتابعوك حاليا كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع دبي سبيد؟ دبي سبيد يعني على صفحات التواصل في الإنستغرام، سناب شات او واتساب، الاكثر شيء على الانستغرام دبي سبيد، بس يكتبوا دبي سبيد ويشوفون الفيديوهات التعليميه او التاهيليه او اللياقه. فنصيحتي اي شاب اللي عنده هدف فيخلي عنده صبر بحياته. شكرا جزيلا استاذ وليد، ونشكر جميع طاقم العمل في دبي سبيد، ونتمنى لكم دائم التوفيق والنجاح. شكرا، جزاك الله خير، الله يحفظك. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي امان الله.